موجزة الثانية صباحا من اون اهلا بكم. اكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل استمرار المشاورات بشان التعديل الوزاري المرتقب نافيا اعلان التعديل اليوم الخميس. وقال اسماعيل ان الحكومة ما زالت تستكمل اجراءات التغيير الوزاري بالتنسيق مع مجلس النواب مشيرا الى انه لن يعلن التعديل الوزاري اليوم لوجود اجراءات لابد من استيفائها قبل الاعلان. وافق المجلس الاعلى للطاقة على طلب الشركة الوطنية للاسمدة والكيماويات للحصول على حصة من الغاز الطبيعي لتشغيل خط انتاج امونيا بكمية قدرها 270 الف متر مكعب يوميا. الموافقة جاءت خلال اجتماع المجلس برئاسة المهندس شريف اسماعيل وبحضور عدد من الوزراء لاستعراض موقف تداخل الانشطة البترولية وخطوط الغاز مع مواقع مشروعات توليد الكهرباء. رحبت مصر باعلان استئناف المحادثات السوريه في جنيف في 20 من فبراير الجاري برعايه الامم المتحده وابدت استعدادا للقيام باي جهد لتسهيل نجاح المفاوضات وقال المتحدث باسم الخارجيه المصريه احمد ابو زيد ان مصر كونها عضوا في مجموعه الاتصال الدوليه حول سوريا تتطلع الى استئناف المحادثات وانها ستواصل جهودها لمراقبه وفرض وقف اطلاق النار في سوريا التقى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وفدا من لجنه العلاقات الخارجيه بالكونغرس الامريكي خلال زيارته الحاليه للولايات المتحده. بحث العاهل الاردني مع الوفد سبل دعم المملكه في مواجهه المخاطر المتزايده من تنظيم داعش الارهابي. والتقى العاهل الاردني في وقت سابق الاسبوع الجاري نائب الرئيس الامريكي مايك بنس ومن المقرر ان يلتقي مع الرئيس الامريكي اليوم الخميس. أكد منتدى التعاون العربي الروسي في دورته الرابعه التي عقدت في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي ضروره مكافحه الارهاب بكل الوسائل بطريقه حاسمه وموحده. وشدد البيان الختامي للمنتدى الذي حضره وزراء خارجيه عدد من الدول العربيه وروسيا على التاكيد على ادانه الارهاب بكافه اشكاله ومظاهره. واكد البيان ان المفاوضات السياسيه هي المخرج الوحيد للازمه السوريه. هنا الرئيس عبد الفتاح أسيس المنتخب الوطني لكرة القدم لمناسبة تأهله إلى نهائي البطولة الإفريقية الحادية والثلاثين مشيدا بما تميز به لاعبو الفريق من كفاح وإصرار حتى تحقق النصر كان المنتخب الوطني اكتز عقبة منتخب بوركينا فاسو في قبل نهائي البطولة الإفريقية حيث فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق نهاية الموجز نشكر لكم كرم المتابعة